مرحبا معكم ميك اب ارتست غادة خاجة من الكويت. اليوم كان لي شرف ان انا حطيت الميك اب حق ممثلة امل محمد، واعتمدت لها اليوم لوك ما هو ثقيل ولا هو خفيف، خلينا نقول بالنص، لوك جذاب يصلح حق مناسبات وسهرات وحتى حق طلعات مسائية. خلينا نقول الفونديشن جدا مهم. في انواع من اللوس باودر تكون خفيفه، في الثقيله، كل واحده على حسب بشرتها. فاختياركم حق مثبت الميك اب في النهايه اللي هو الاسبري اللي نستخدمه، وهذه نصيحتي لكم اليوم. اتمنى انكم استفدتوا، وان شاء الله المكياج نال اعجابكم.